في النصر نبقى، لانه اليوم زرنا احنا نادي النصر، كاميرا الملعب زارت كما تزور الانديه دائما. اليوم طبعا تم نقل التدريبات من الملعب، من خارج الملعب بسبب الاجواء المناخيه الغير جيده بالتاكيد والتي لا تصلح للتدريب، تم نقلها الى الصاله الداخليه كما تابعنا قبل قليل بسبب الاجواء الغير جيده. موجه غبار اليوم شهدت اجتاحت الرياض اليوم، كلنا تعبنا منها، حتى ابو احمد جاينا دخل الاستديو وتعبان من الغبار. عموما هذا اليوم ايضا ذكرتني اياك. طيب طيب باقي عندنا موضوع ثاني، احنا بنتكلم عن الموضوع ابو احمد بالذات، لكن خلينا نشوف في النصر ايضا الحاج بوقاش او اللاعبين كان لهم حديث عن مستوى النصر الفني ايضا مع زميلنا عبد الله العبيد. والله صح، كل يعني صح انه وعدنا الجماهير الان بعد معسكر تقاطر انه في يقدروا ان يتاملوا خير في هذا الفريق، بس مثل ما اقول يمكن النتائج هي اللي ما جات، بس نقول انا ان شاء الله في الملعب الحمد لله اللاعبين يشوفوا انهم يقدموا مستوى احسن من اللي كان قبل قطر، فلازم نصبر بس على النتائج ان شاء الله. يعني الحمد لله على كل حال، يعني هذا كرة القدم فوز وخسارة. صح الكل كان متفائل يعني معسكر قطر، بعد معسكر قطر الفريق راح يرجع بأداء ومستوى ونتيجة، بس زي ما شفت يعني بعض الأحيان الظروف المباريات يعني ما تساعد الفريق انه يقدم كل ما عنده، وإن شاء الله باقي عندنا 4 مباريات إن شاء الله نقدم فيها مستوى ونتيجة بإذن الله عشان نقدر ندخل كأس الملك إن شاء الله، نفسية حلوة إن شاء الله بإذن الله. والله قالنا لازم تحطوا ثقة في أنفسكم أول شيء، وتقولوا أنتم تلعبوا فريق كبير في فريق النصر وأنكم قادرين على تسووا نتائج إيجابية في القادم، لأن في الباقي 4 مباريات وحتى كأس الملك، وفي يعني في يعني نقدر نسووا إنجاز إن شاء الله. والله يعني أثر يعني أكيد تأثير، لأن مثل ما قلت الأمير يعني مثل ما قلت حاط كل شيء يعني وسوى كل شيء الفريق واللاعبين، فالحمد لله حتى الحين تكلم معنا وقالنا العكس تاع القرار اللي اتخذه، قال مو مباراة الهلال، قال 4 مباريات اللي جاي، فنحن لعيبة يسعوا ان شاء الله يسوون كل شيء ما في ايديهم عشان يقدموا الاحسن ان شاء الله. الجماهير النصراوية تطالب الكابتن حاج بوقاش انه يكون مهاجم صريح كما كان في القادسية، طبعا نشاهد الان الكابتن حاج يلعب على الجناح. والله هذه خطة المدافع، ولازم قلت لك المدافع المدرب، ويعني وفي في خطط لازم تتأقلم مع المدرب، ولازم تسوي التكتيك تاع المدرب، فاحنا في الطريق تاع هذا الخطة، وان شاء الله نكون يعني ان شاء الله نكون احسن في المباراة الجاية.